صباح 31 من مارس عام 83، وصلت القاهرة طائرة مجهولة الهوية وقادمة من مطار بن غوريون الدولي، وكان على متنها كارول شانون، وهي راقصة شرقية معروفة فقط في موطنها بولاية تكساس الأمريكية. فيلا ألمبور، وهي ممثلة يهودية معروفة في السينما الإسرائيلية فقط. الدبلوماسي الإسرائيلي المتقاعد زيفي رافيا، وزوجته الإسرائيلية موريا رافيا. وأخيراً تشارلي ويلسون، عضو الكونغرس الأمريكي وأحد أعضاء جماعات الضغط الإسرائيلية في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة في استقبالهم بنفسه في مطار غير معلوم أيضاً، واستقبلهم استقبال الملوك والرؤساء، حيث فرشت السجادة الحمراء، واصطف كبار ضباط الجيش يؤدون لهم التحية العسكرية، واصطفت فرقة الموسيقى العسكرية تعزف لأجلهم أغنية وردة تكساس الصفراء. ونحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقرار الوطن والسلام يا رب. كان هذا الاستقبال الخيالي لهذه الزيارة الخيالية بحسب الرواية المزعومة للصحفي الأمريكي جورج كريل الثالث في كتابه الصادر عام 2003 بعنوان حرب تشارلي ويلسون، القصة الاستثنائية لأكبر عملية سرية في التاريخ، الذي أنتجته هوليود كفيلم سينمائي عام 2007 بعنوان حرب تشارلي ويلسون من بطولة توم هانكس وجوليا روبرتس. حيث اتفق الفيلم والكتاب على أنه في نفس يوم الزيارة المزعومة انعقد في المساء اجتماع خاص جداً في مكان غير معلوم أيضاً بين عضو الكونغرس تشارلي ويلسون وسمسار السلاح اليهودي زيفي رافيا ووزير الدفاع المصري وقتها المشير أبو غزالة، الذي لاحظنا أن الفيلم تحاشى ذكر اسمه. كما أضاف الفيلم من عنده حضور عميل للمخابرات الأمريكية يدعى جوستاف أفراكوتوز ونائب وزير الدفاع المصري مجهول الهوية، علماً بأنه في الواقع لا يوجد منصب كهذا في القوات المسلحة المصرية سواء وقتها أو في الوقت الحالي. كما اتفق الفيلم والكتاب على صناعة مشهد تشويه سمعة المشير أبو غزالة، العدو اللدود للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية، وهو المشهد العبثي الذي كانت بطلته الراقصة الشرقية الأمريكية كارول شانون، التي بحسب القصة المزعومة سحرت المشير أبو غزالة برقصها الشرقي الفاتن، مما جعله يقبل صفقة التسليح التي عرضها عليه تشارلي ويلسون. بل وزاد الكتاب أن أبو غزالة أخبر كارول حال وصولها المطار بأنه يتطلع لأدائها هذا المساء، وأنه وضع حراسة خاصة على غرفة الممثلة الإسرائيلية فيلا ألمبور في الفندق الذي نزلت فيه هي ورفاقها، ولم يوضح الكتاب أصلاً أي دور لها في هذه الزيارة المزعومة. كما أضاف المؤلف في كتابه أن أبو غزالة صديق عزيز لعضو الكونغرس تشارلي ويلسون، وأنه مثله تماماً سكير يشرب الويسكي ومدمن للخمور وعاشق للنساء. هذا الكلام خاطئ. وفي الواقع كان هذا كله من وحي خيال مؤلف الكتاب والفيلم، فالفترة التي يفترض حدوث الزيارة فيها خلال مارس عام 83 كانت فترة توتر وتجميد للعلاقات الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل، حيث سحبت مصر سفيرها من تل أبيب وطردت السفير الإسرائيلي عام 82 رداً على الاجتياح الإسرائيلي لدولة لبنان العربية الشقيقة، وظل الحال كذلك حتى عام 86. That's very good. They could prepare it very well, and we could pay for it and take it then. كما أن التوتر كان قائماً بين البلدين بسبب رفض إسرائيل تسليم مدينة طابة المصرية ولجوء مصر للتحكيم الدولي الذي حكم لصالح مصر في عام 89. وبالتالي كان من المستحيل أن يستقبل وزير الدفاع أبو غزالة طائرة تقل وفداً إسرائيلياً بمثل هذا الاستقبال وفي مثل هذه الظروف. كما أن الوردة الحمراء، فكل هذه المراسم لا تجري في مصر إلا لاستقبال الضيوف من الملوك أو الرؤساء الأجانب، ويكون رئيس الجمهورية بنفسه في استقبالهم. فالبروتوكول الرسمي سواء في مصر أو غيرها يقضي بأن كل مسؤول يستقبل نظيره، فالرئيس يستقبل الرئيس الضيف، ووزير الدفاع يستقبل وزير الدفاع الضيف، وحتى في الحالات الاستثنائية فلا تقام هذه المراسم إلا لاستقبال أحد الملوك أو الرؤساء فقط باعتباره أعلى ممثل سياسي لبلاده ورمزاً لها أمام الدول الأخرى. أما الوفد المزعوم فلم يضم سوى راقصة وممثلة وسمسار سلاح وعضو في الكونغرس عربيد مشهود له بالسكر حتى الثمالة والنوم مع كل امرأة تصحبه من ربطة عنقه. وفيما يتعلق بموضوع الزيارة، أوضح الكتاب أن المشير أبو غزالة أخبر تشارلي ويلسون في نهاية الاجتماع المسائي المزعوم بأنه لن يحتاج إلى أي موافقات مصرية أخرى لإتمام صفقة تسليح المجاهدين الأفغان ضد القوات الروسية
وأنه سيوفر له كل السلاح المطلوب. حيث استهدفت شيرلي ويلسون من خلال هذه الزيارة استغلال صداقته الوطيدة برفيقه زيف رفيا باعتباره مستشارا لكبار تجار السلاح في إسرائيل وأمريكا، تسليح سرية غرضها دعم المجاهدين الأفغان ضد القوات الروسية خلال الحرب الروسية الأفغانية، حيث أرادت شيرلي تسليح المقاتلين الأفغان بأسلحة روسية الصنع لمجابهة الأسلحة الروسية التي يمتلكها الجيش الروسي، واستنتج أن مصر بحكم سابق علاقتها بالاتحاد السوفيتي ما زالت لديها مستودعات مليئة بالأسلحة الروسية، وأن المصانع الحربية المصرية ما زالت مجهزة لتصنيع الأسلحة الروسية. وكان دور زيفي رافيا يتلخص في كونه سمسار سلاح بين والد شيرلي ورفاقه مغادرة القاهرة إلى باكستان للتنسيق مع الجيش الباكستاني بخصوص نقل هذا السلاح إلى المقاتلين الأفغان عبر الحدود الباكستانية الأفغانية المشتركة. وفي الواقع فإنه لا توجد صفقة تسليح تقوم بها وزارة الدفاع المصرية دون رئيس الجمهورية بعد أن يعرض وزير الدفاع الأمر عليه، وهو ما لم يحدث وفق رواية المؤلف الأمريكي جورج كريل، بما يؤكد كذبه واختلاقه لقصة هذه الزيارة الأسطورية بأكملها. أنت بتألف كلام من عندك، ما بتألفش كلام وتعمل إسفين. طب أنا سيبك من الكلام اللي بيوقع الدنيا في بعضها دي. والأرجح أنه بعد مغادرته لإسرائيل مرت شيرلي ويلسون ورفاقه بالقاهرة كمحطة ترانزيت ليتمكنوا بعدها من السفر إلى باكستان، حيث إنه لا يوجد خط ملاحي جوي مباشر بين إسرائيل وباكستان، وأن مشهد الراقصة العبثي حدث في باكستان مع وزير الدفاع الباكستاني وليس في مصر، خصوصا أن الوقائع التاريخية تؤكد أن مصر لم تكن طرفا في هذا الأمر، بل كانت باكستان بحكم وجود حدود مشتركة بينها وبين أفغانستان وعداوة متبادلة بينها وبين الاتحاد السوفيتي. كما أنه وبحسب تصور الكاتب في كتابه كانت الراقصة أثناء رقصتها تداعب وزير الدفاع بسيفه الذي كان بحوزته كجزء من زيه العسكري، والحقيقة أن الزي العسكري المصري سواء للضباط أو غيرهم لا يحوي أي سيوف أو حتى خناجر على الإطلاق، في حين أنه جزء من الزي العسكري في باكستان. وبالتالي إذا صدقت رواية تلك الراقصة فإن الواقعة برمتها ربما حدثت في باكستان وليس في مصر. ولكن لماذا تعمدوا تشويه سمعة المشير أبو غزالة بالذات؟ بدأ كل شيء بحلول عام 88 حيث ألقي القبض على عالم الصواريخ المصري الأمريكي عميد أركان حرب عبد القادر حلمي بتهمة أن المشير أبو غزالة جنده للحصول على مواد هندسية محظورة لصالح برنامج الصواريخ المصري بدرو 2000 وبدعم مالي عراقي، وكان أحد ركائز تطوير تسليح القوات المسلحة المصرية لدرجة أغضبت الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبلها إسرائيل التي يحقد كثير من قادتها على أبو غزالة منذ تفوقه عليهم عندما كان قائد مدفعية الجيش الثاني الميداني خلال حرب أكتوبر المجيدة. فض الجيش المصري بالإضافة إلى نقل تكنولوجيا تلك الدبابة إلى مصر، حيث تعمدت الولايات المتحدة الأمريكية ألا تدخل المناقصة حتى لا تدعم مصر بدبابة إبرامز المتطورة على حساب حليفتها إسرائيل، وظنا منها أن الدول الأوروبية لن تدعم مصر في امتلاك دبابة قوية، لكنها فوجئت بدول عديدة تسعى إلى الفوز بالمناقصة ومنها بريطانيا ودبابتها تشالنجر، فقررت أن تعرض على مصر دبابة إبرامز بنسبة إنتاج ومكون محلي محدودة على أن تزداد كلما تقرر تجديد التعاقد لزيادة العدد. وقبلت مصر الصفقة، وبهذا دخلت دبابة إبرامز الأقوى عالمياً في الخدمة بالجيش المصري على يد المشير أبو غزالة. السلام بلا قوة تحميه هو استسلام، فإن ما كانش السلام لديك القوة التي تحميك من العدوان، النهاردة دايماً بيتقال الضعف هو دعوة للعدوان. لما بتكون ضعيف من يحيط بك بأي مشكلة بينك وبينهم يلجأوا إلى القوة العسكرية على طول لحل المشكلة دي. من السهولة جدا إن أي جار أي دولة لما بتشعر إنها أقوى من الجار بتاعها أي مشكلة ولو صغيرة، إيه اللي خلت وضع الترابيزة وتتفاوض وتتكلم؟ ما تستخدم القوة العسكرية وتحل المشكلة بسهولة جدا. إذن الضعف هو دعوة إلى العدوان، عشان كده احنا بنقول القوة المسلحة المصرية يجب أن تكون قوة ردع لمنع العدوان عن مصر وحماية مصر وحماية مقدسات هذا الشعب وسلامة أراضيه. مصر الآن لديها قوة الردع التي تمنع العدوان.